انا بتحمس ان انا اتفرج على المسلسلات التانية زي اي متفرج تاني، وبالعكس يعني لما بشوف مسلسل حلو ببقى حابه ان انا اشتغل مع الفريق ده، يعني نفسي ان انا ده يبقى العمل الجاي بتاعي ان انا اشتغل مع الناس دي. فدي اكتر حاجه بتابع المسلسلات، في الاول بتابعها كتير قوي وبعدين اخر اسبوعين بفستك خالص والباقي بتفرج عليها على اليوتيوب. يعني برضو محمد امين راضي واستاذ خالد مرعي يعني من الناس اللي انا كان بقالي كذا سنه نفسي اشتغل معاهم من اول عمل من نيران صديقه، وكان نفسي اشتغل معاهم. الحمد لله جات لي فرصه المره دي واتمنى ان انا اشتغل معاهم تاني. لا امين نعرف بعض من زمان جدا، كان عرض عليا افلام قبل كده لكن الافلام نفسها لم تنتج. بس فده اول بقى مسلسل يتعرض عليا. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org